وللمزيد حول الصراع في شرق المتوسط ودخول فرنسا على خط الأزمة ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أغلو. أهلا ومرحبا بك أستاذ فراس، هل أنت معي؟ نعم، أهلا بك في استوديو الرافدين أستاذ فراس. بداية، صراع بين دول المشاطئة أو المشاطئة في شرق المتوسط، الأزمة قديمة جددتها ظهور الغاز والنفط. هناك من يرى أن تركيا فجرت الصراع بعد ترسيم حدودها الاقتصادية مع ليبيا. من أين بدأت الأزمة حسب رأيكم؟ يعني أنا لا أعتقد أن ربما ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا هو الذي فجر الأزمة، ربما زاد بها، لكن الأزمة بدأت أعتقد منذ استبعاد تركيا بشكل أو بآخر في عدة أمور، في المنتديات الشرق أو ضغط الاتحاد الأوروبي باتجاه ضد تركيا لصالح اليونان في بعض القضايا التي أغضب تركيا في كثير من الأمور معروفة أعتقد في هذه القضايا، وربما كملت هذه الأمور بتواجد مسألة الثروات الباطنية في شرق المتوسط، و يعني إسرائيل أقامت عدة مشاريع باتجاه اليونان دون التوافق مع تركيا، رغم أن تركيا صاحبة القسم الأكبر في البحر في شرق المتوسط والجرف القاري الأكبر، وهذا أعتقد ما بعد ذلك سعت تركيا لكردة فعل، وبهذا ممكن أن نقول الفعل وردة فعل من قبل المتخاصمون في شرق المتوسط بشكل عام يزيد المسألة سوءا ما لم يكن هناك حلا سياسيا. طيب، الصراع التاريخي بين تركيا واليونان على الحدود البحرية والمبنية بالأساس على إشكالية الجزر اليونانية القريبة من الحدود البحرية التركية، من الذي يقف في طريق الحل السلمي مع العلم أن الرئيس التركي دعا أكثر من مرة لحوار؟ طبعا يعني هناك توازنات دولية في هذا الصراع، نحن نعلم أن يعني هناك دول في الاتحاد الأوروبي تجعل من اليونان كحرب المواجهة ضد تركيا في كثير من المسائل، أيضا القريب البعيد مثل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أعتقد تقوم بدور غير مباشر بمثلا دعم تركيا على حساب اليونان في مثلا الآن كما يحصل في بعض المناطق مثل ليبيا أو شيء، هذا لتضارب مصالحها مع الاتحاد الأوروبي الممثل حاليا بفرنسا وألمانيا، لأن ليس كل الاتحاد تقريبا على سوية واحدة، لاحظنا ذلك في مالطا مثلا التي خرجت، يعني أعتقد أن هناك توازنات. طبعا مسألة الجزر هذه مسألة قديمة أعتقد صعب حلها حتى لسنوات طويلة. طيب أستاذ فراس، فرنسا البعيدة جغرافيا عن الصراع، ما أهدافها من الدخول في مربع الصراع بين كل من اليونان وتركيا برأيكم؟ طبعا هناك الأهداف السياسية والأهداف الجيوسياسية بالنسبة لفرنسا رغم بعدها، لكنها تريد البقاء في المتوسط وشرق المتوسط، وتريد أيضا أنها تقول هي من جزء المتوسط يعني جزء من البحر، ولذلك لابد أن يكون لها أيضا حصص في المياه الإقليمية، ما يتم اكتشافه في هذه النقاط، ولذلك يتم هذه المحاور إنشاء هذه المحاور كما الآن تريد دعم اليونان ضد تركيا، وهذا أعتقد يعني رسالة ليست بالجيدة، لن تقبل أعتقد تركيا في هذا السياق يعني الرضوخ اللي حتى لو كانت هناك بحرية فرنسية مع اليونانية. وأعتقد هذا سيؤزم المشكلة. طبعا هناك وساطة ألمانية الآن ربما ستدخل على الخط، لننتظر كيف ستكون الوساطة الألمانية لأنها دولة لها نفوذ إن كان في تركيا أو في اليونان أو في الاتحاد الأوروبي. في الظل ومن بعيد يقف الكيان الصهيوني فاعلا لكنه مستترا، ما الدور الذي تلعبه تل أبيب في هذه الأزمة؟ نعم، هو دور كبير، يعني أعتقد هي المشكلة الكبيرة التي فجرت هو الخط الأنبوب الذي كانت تريد أن تمده إسرائيل باتجاه اليونان عبر قبرص اليونانية، وطبعا دون استشارة لا لبنان ولا سوريا ولا حتى فلسطين وطبعا ولا حتى تركيا، وهذا أعتقد بالنسبة لتركيا أيضا يعني غير مقبول على الإطلاق، لأن هناك قبرص التركية وهناك الجرف القاري التركي،
يعني هناك كثير من الأمور، يعني أنت تمر في المياه تقريبا، حتى هناك المياه الإقليمية التركية، ويعني نعم وكأن عدم اعتبار يعني بالنسبة لتركيا، وأعتقد أن سبب أحد المشاكل، إضافة إلى أن في النهاية عندما تتصارع الدول الإسلامية فيما بينها أو تركيا والدول الأوروبية، سيكون في النهاية لمصلحة إسرائيل أنها ستبقى بعيدة عن هذا الصراع. طيب، مع تصاعد الخطاب بين كل من تركيا من جهة واليونان من جهة أخرى، ودخول فرنسا على الخط بعد أن قررت إرسال قطع بحرية ونشر طائرات فوق الشرق المتوسط، كيف ترى أستاذ فراس شكل الصراع ومستقبله؟ يعني اعتقد ستنشر يعني فرنسا او بالحدود الاقليميه اليونانيه ليس اكثر، يعني لن تستطيع ان تقترب نحو المياه الاقليميه التركيه، وايضا يعني هناك ايضا نعلم ان هذه الدول هي كلها فيها تحالف في الناتو، ورغم الخلافات الموجوده في الحلف، لكن سيبقى هناك نوع من الاثار، يعني حدود ربما للنزاع ممكن ان نقول، أو الصراع إذا وصل بين هذه الأطراف، لأن هناك يعني مثل الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستكون كما قلنا، ألمانيا أيضا ربما ستقف مانعا لاصطدام أو اشتباك ممكن بين الفرقاطات البحرية هناك، ربما مناورات عسكرية كما حصل يعني بين اليونان وعدة دول في مناطق قريبة من تركيا، وتركيا أيضا تقيم نفس الشيء، مناورات عسكرية كانت قرب ليبيا، يعني مسألة فرط عضلات، لكن لا أعتقد سيستمر هذا الشيء، إما أن يحصل اشتباكات نعم ثم توقف، أو أن سيكون هناك اجتماعا دوليا كبيرا لإيقاف هذا النزيف الكبير في حال حصوله بين هذه الدول. نعم الباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.